لتزويد المستشفى الأندونيسي ومجمع الشفاء الطبي بالوقود، ولكننا للأسف وصلنا للحظة القاسية التي نعلن فيها وبكل ألم عن توقف المولد الرئيسي في مستشفى الأندونيسي. هذا المستشفى الذي يشكل عصب الخدمات الصحية في شمال قطاع غزة، والذي لا زال حتى اللحظة يستقبل منذ بدء العدوان الإسرائيلي آلاف الجرحى، ويستقبل مجزرة تلو الأخرى من المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كل لحظة شمال قطاع غزة. إن توقف المولد الرئيسي في المستشفى الأندونيسي سيضع مئات المرضى والجرحى في خطر محدق، وسيضعنا أمام كارثة حقيقية. إن المستشفى في هذه الأثناء لجأت إلى إجراءات استثنائية عاجلة في محاولة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى من خلال تشغيل المولد الثانوي بعد توقف المولد الرئيسي عن المستشفى، الأمر الذي سينجم عنه ما يلي: أولاً، توقف الأنظمة الكهروميكانيكية عن العمل في جميع أقسام المستشفى بما في ذلك أنظمة التهوية والتكييف في غرف العمليات والعنايات المكثفة. 2. توقف محطة الأكسجين الوحيدة في المستشفى والاعتماد على أسطوانات الأكسجين المتوفرة كمصدر بديل. 3. انقطاع التيار الكهربائي عن أقسام المبيت واستبدال الإنارة فقط بالكشافات اليدوية والوسائل المتاحة للإنارة. 4. توقف عمل ثلاجات حفظ الموتى. إن الإجراءات الاستثنائية قد تمكن مستشفى الأندونيسي من العمل بضعة أيام، ولكن إذا لم يتم توفير الكهرباء أو الوقود فإننا سنصل إلى الكارثة لا مفر. إننا نشكر مبادرة بعض أفراد المجتمع، هذه المبادرة التي ساهمت بتزويد مجمع الشفاء الطبي ببعض الوقود لعمل المولد الكهربائي الرئيسي في المستشفى لساعات إضافية، ولكن خطر توقف المولد لا زال قائما. وإزاء ما سبق، فإننا نناشد أصحاب الضمائر الحية في الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتدخل الفوري لتزويد المستشفى الأندونيسي ومجمع الشفاء الطبي بالوقود لإنقاذ آلاف الجرحى والمرضى ومنع وقوع الكارثة الكبرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.